أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات البدء بتوريد مطعوم الإنفلونزا الموسمية إلى السوق المحلي بواقع 59 ألف مطعوم للقطاع العام و46 ألف إلى القطاع الخاص. وقال لمهيدات إنه تم التواصل مع نقابة الصيادلة لغايات التنظيم في توريد المطعوم إلى السوق المحلية، مشيرا إلى أن هناك عطاءات حكومية لغايات توريد المطعوم إلى القطاع العام. والآن ينضم إلينا مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات. أهلا بك دكتور نزار على قناة المملكة. يعني هل هذه الكميات التي وصلت إلى المملكة كافية؟ يا ستي بداية شكرا لكم. سؤال مهم جدا، إنه كافي أو غير كافي. ما تم توريده الآن للقطاع العام وما تم الترتيب لتوزيعه، وبدأنا حقيقة من صباح هذا اليوم بدأت المستودعات المستوردة لمطعوم إنفلونزا بتوزيعها على صيدليات المملكة المشاركة والمشتركة في المستودعات المعنية. كافية هي غير كافية لسببين. السبب الأول، لم نستكمل كامل الاستحقاقات اللي يفترض أنها تصل إلى الأردن من خلال الوكلاء المستودعات الموجودة محليا. والسبب الآخر، تزايد الطلب على هذا اللقاح نتيجة وجود بعض الدراسات اللي من المنظمات العالمية تشير إلى أنه ممكن هذا اللقاح إذا انعطل الأشخاص يزيد من مناعتهم، وبالتالي يكونوا أقدر على مقاومة الإصابة في الكورونا فيروس. نعم، لكن دكتور نزار، هل سيتم استيراد كميات جديدة من هذا اللقاح أو من هذا الدواء، خاصة أن فعالية هذه المطاعم تنتهي مع شهر 11 نوفمبر؟ بالتأكيد وصلت كمية، تم فحصها في مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء وأجازتها وتم توزيعها. كمان في كمية وصلت اليوم، بدأنا في موضوع تقييمها وفحصها، راح يكون في إفراج عنها إن شاء الله بعد الانتهاء من الفحوص. أيضا يوجد كمية راح تصل بعد 10 إلى 14 يوم من خلال مستودع آخر بقيمة ما لا يقل عن 205 ألف. وهي الكمية حقيقة يعني صار في تواصل ما بين الوكيل والشركة، ورفعوا جزئيا الكمية المخصصة للمستودع بحيث أنهم جابوا ضعف الكمية اللي تم استيرادها العام الماضي. نعم، مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، شكرا لك.